مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله تختيم لعبه جوست اوف تسوشيما. معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، ويا رب تكون المقاطع اللي فاتت عجبتكم. وانا كنت وقفت المقطع اللي فات عند انا كنت في اكت 2 من فتره، والمفروض ان انا بدور على مفاتيح في كام قريه المهم عشان اوصل لدرع كبير ليه اسم طبعا انا مش عارفه بالياباني طبعا يعني. فخلينا نشوف مع بعض هناخد الدرع ده النهارده في الفيديو ده، هنقدر نحصله في المقطع. وقبل ما نبدا ما هفكركم برضو التذكره بتاعت كل مره، ما تنسونيش في دعم القناه من خلال الاشتراك واللايك والسبسكرايب والشير. وبرحب باقتراحاتكم وبتعليقاتكم بصدر رحب عشان اطور من خلال القناه واناسب تنول اعجابكم ورضاكم. ويلا بينا نبدا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. طبعا اقول لكم يا جماعه كذا مره ما تاخذنيش على بعض الاخطاء الاملائيه في الكلام اللي انا بقوله، لان انا بصور وبسجل لايف وبرتجل الكلام بنسبه 100%، فما تاخذنيش لو وقعت في كلمه او كلمتين عادي، قولوها برضو في الكومنتات مش مشكلة. وان شاء الله بس بمجرد ان انا يتم دعمي في القناة انا يعني هحاول اخلي الموضوع بطريقة اكثر احترافية، وابدأ في سلسلة اخرى من سلسلة مراجعات الجيمز والجيم ريفيو والاخبار الجديدة والحصرية. ان شاء الله تنول اعجابكم، بس دي في الخطة الخمسية القادمة. دعمكم هيكون مؤثر طبعا وهيشجعني ان انا اكمل في سلسلة الانتاج والمحتوى. Anyway خلينا دلوقتي نروح عند المكان اللي متعلم عليه اوريدي اهو لنذهب. Obtain the keys from the six farm steeds. حلو جدا منظر الفوج وهو محطوط على جراس بطريقه رائعه بصراحه. يعني في حاجة أنا فوتها، ما هذا؟ مونغول تريتوري. شافني خلاص شافني، مفيش مجال. اخلص بقى Kill enemies in a row without taking damage. كويس. مش وقت خالص. طب انا عايز اخد الجلد بتاعه. طيب ايوه مفيش اخس. في كام واحد؟ واحد اتنين وكلب وتلاتة اربعة. مفيش تاني هنا. ممكن نتسلل من ظهر هذا الرجل ده اللي كان شايفني من شوية. تعال. ايه ده سريع ده بدأوا باتنين ورا بعض. انت كده هتموت يعني، لازم تعمل نفسك جدع و... ماشي ناخد المفتاح من الراجل ده.
ما انت شفتني ما قلتهم كلهم قدامك، يعني بتزعق ليه؟ What a relief. Thank you, Lord Sakai. Be careful up there. اه ده انا عندي 4 هوستجز. اوكي طب ناخد ايه مفول؟ حبة حلوين. تظهر باتشوي. تعال. في هوستج وفي واحد اتنين، في حد حوالين هوستج؟ مفيش بتاعي. اه في، لا في ناس هنا كتير. اوكي وانا بقى حاضر حاضر. اطلع لك منين طيب؟ I'm forever indebted to you. You're safe now. اتكل على الله. سبلايز في دور فوق كمان. اوكي اشياء غنائم بس كلها فل، يعني حاجه يعني محبطه بصراحه، كله فل. اوكي ممكن ناخد الراجل ده كده. نلحق 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 نلحق. بصات سمري شيجي تمرو كونيل. مين تاني؟ خلاص. You're going to be all right. I'd given up hope before you came. Oh, and stay safe. في حاجة هنا؟ لا مفيش. طيب نروح على المكان اللي فاضل. طيب في هوستج فاضله. في مكانين نشوف اذا كان في ايمو اخدها من هنا. ناخد اللونج بو. هيرو
ثلاثة. ايوه فين؟ فين؟ انا مش شايف حد. اهو حلوة. طيب في بقى فوت كي، بس انا ادور الاول على السبلايز. اين السبلايز؟ السبلايز هي حياتي. طيب ننقذ الراجل ده الاول. طيب بلاش دراما بقى. You are the equal of Gosaku, my lord. As a sign of our gratitude, take this key to his armor. I will wear it in defense of the people of Tsushima. وده أول كي. وعاش الجميع في سعادة وهناء بعد رجوع الحياة الطبيعية لقريتهم، وبدأوا بالتعمير في القرية وإعادة بنائها من جديد. ورخصنا لجين قسطا من الراحة قبل استكمال مسيرته. طيب يلا كفاية هلس بقى. 1.8 كيلومتر. شيت، هنا مفيش اصلا يعني فاست ترافل، علشان وطبعا كل ده في الطريق. فانا شايف ان انا ممكن اخلصهم واحده واحده بالدور. انا مش هطلع عليها على طول، يعني انا عايز انوع شويه في الموضوع، ولو اني هلاقي الموضوع ده هيسبب صعوبه في ان انا اسمي الفيديو باسم ميشن معينه، لان انا متعود دايما زي ما بعودكم لو انتم بتشوفوا فيديوهات اللي انا بسمي كل فيديو او كل مقطع بالمين ميشن اللي فيه، او تو ميشنز بكتبها في التايتل او في الديسكريبشن. فانا كده حصلت مفتاح واحد من المفاتيح. طبعا في لسه 2 3 في مواضيع كتير يعني، فخلينا نروح نشوف موضوع تاني مهم برضو، نعدي جنب نشوف الديسكفرد لوكيشن دي في السريع جدا عشان نفتح فاست ترافل ارياز. ده تعديل في الخطه يا اخوانا. خدت السبلايز، خدتها. فوكس تعالى يا فوكس وديني. يا مش معقول الافكت بتاع البرق والرعد والعاصفه اللي جايه دي، والدنيا هنا شمس، حاجه قمه الروعه والابداع بصراحه في الانفايرمنت بصراحه. ايوه Trouble of Silence ده مثالي بتاع ستيلث اعتقد. Reduce Enemy Detection 5%. ده كويس، ولكن انا مش محتاجه برضو. انا بخلص على طول كده بالساموراي ستايل. تعالى يا كتكوت انت، تعالى اعملك بت، تعالى عشان تتنطط. ايوه
نذهب إلى هنا. يلا تعال يا أبو سريع. Let's go, son. حيث العصفورة الذهبية. ده بيتهيألي ايوه هو ده سورد كيت. كويس يلا اللي بعده. هنا المكان ده كمان. يلا سبلاي. ما اقدرش ايه يا عم. ما تعدي ما لازم تجيني من هنا يعني. ماشي فين يعني اعدي ولا ما اعديش. واو بجد واو. ده مكان تسلق ريب. طب يلا تعال نعمله كده بسرعة. الدخول من هنا. دخول من هنا بس انا مش شايف اي تسلق يعني. الله الله. انا مش كنت اخدت بالحصان برضو ولا ايه؟ بوس ده دول تاني. Ryuzo said you're the greatest swordsman he ever met. I had to see for myself. لازم ادوس على ارتو يعني. ماشي. You'd be better off taking his word for it. I've trained with the blade since I could walk. There's no one left to challenge me but you. Spider lilies. Ryuzo's stories don't do you justice. They never did.
Yeah. يا عيني من أول مرة، وهذا في حد ذاته إنجاز. You fought well, but we're finished. أوكي، ما دريش حاجة، أنا مش شايف لو اداني حاجة. سكرين شوت طبعا وقت يعني. أوكي. Let's go. كان معاه سبلايز برضو. نروح فين تاني؟ انت عايزه تربيني في حته معاكي؟ انت فين يا عم الحاج؟ طب انا مش سمكه. التأمل. تعالى بقى انجز بقى. تعالى نروح للسما المرة دي. طيب الورد. أعلي الشجرة. في تاني؟ Lanterns in the dark. ماشي. Sea of Red. A new rebirth. Trained to never fail. ممتاز. نلبسها؟ يلا نلبسها نجرب نغير. نروح فين؟ الرياح موداني على عندي على استفهام قريبة كمان. نروح على الأول. فوكس دام. تعال تعال روح فين. تعال يقود يقود يقود. يلا بينا هنا على طول. You're doing good, Sora. Let's
go! دي متشعلقة فوق. طالع من دي بقى. انا محتار. مينفعش كده اللي بيحصل فيا ده، يعني انا شايفهم ومش عارف اطلع لهم منين، وباين جدا ان هو او في مكان تسلق. هيطلع الشجرة دي مثلا، اهي ممكن، ايوه ممكن هنا. يلا يا ربي بهنا يا ريت. ايوه بقى، روح اقف على دي. ايوه اتشعلق هنا، واخيرا بعد عناء طويل ولف عرفت اوصل لها فين. بس يطلع هنا، ايوه اتشعلق في دي، اقف على دي، امسك هنا. طب يلا ننط ونجرب. يلا بينا. هيمسك فين بقى؟ ايوه ننزل هنا بقى ولا ايه؟ بتهيألي المكان ده لازم ننزل فيه، بس انا خايف انزل معرفش اطلع تاني. طب نجرب نمشي الاول. upgrade available. اوكي هاف بو، ماشي. بعد كده نطلع هنا، اتشعلق هنا. ادينا عن نفس القصة. ايوه اقفز. بعدين اهي امسك. عشان اوصل فين كل ده بقى؟ اخيرا. بتفكرني ببعض المناطق في اساسن كريد لما كنت بتروح المنطقه اللي هي الفيو بوينت. كانت بعض الفيو بوينتس بتبقى في مباني عاليه جدا وما يبقاش في مكان تعرف تتسلقها منين، بتقعد تدور كتير على المكان اللي تبدا منه التسلق عشان تعرف توصل لاعلى قمه في المبنى. كان فيها نفس التشالنج دي، فكرتني بيها بصراحه. طيب انا المفروض يرجعني تاني بقى، ما يخلينيش بقى ايه اتعذب. ايوه ديسند. بس نروح فين دلوقتي؟ انا اسف يا جماعه، انا انشغلت بالانديسكفرد لوكيشن في الوقت الحالي كالعاده، لان هي ما بتنتهيش وفي نفس الوقت ممتعه جدا. يعني هحاول، يعني انا ممكن الفيديو ده او المقطع ده اسميه الدول اللي انا لعبته، كان دول صعبه مش سهل، ويعتبر يعني هو يعني نفس مستوى الدول الثانيه، بس انا كنت يعني تمرست بقى خلاص، عرفت ازاي اعرف اعديه. دي حاجه مش عليها برضه في الهواء. امون جول تريتوري. استخبى استخبى. ايوه انا وضعي صعب والليدر انتوا كتير.
طيب المفروض انا ادكوا يعني. تعال تعال نخلصه. ياه ما حقش. غال ستانس. في ناس لسه مش دريانة اللي بيحصل. بس اللايف بتاعتي مش ضن يعني. المكان ده طبعا هيكون مليان غنائم بالايه بالهبل. بيتهيألي يعني مفيش حاجة تاني. البريديتور انت عندك حاجة؟ الاتنين ما عندهمش. فول سبلايز. ايرون.
فعلا المفروض اضربهم كده صح يعني. انا بكتشف معاك والله يا جماعه، انا مش عارف يعني، أنا كل مره باجي لهم بلاقيهم فل ومش عارف ليهم اي لازمه بصراحه يعني. anyway خلينا نجرب دلوقتي. المنطقه دي خلاص اتحررت، بس في مكان لميشن، بس انا عندي في المقطع فاضل له حوالي 10 دقايق. اعمل ايه؟ طبعا مش هبدا ميشن دلوقتي، المفروض اروح للمكان عشان استفهم. طب انا ممكن انهي المقطع على هذا المنوال واكمل المين ميشنز المقطع اللي جاي. انا عارف ان انا بقالي كتير بتكلم وبقول نفس الكلام، ولكن يعني يا جماعه انتوا شايفين اللعبه عامله ازاي، ويعني ما بقدرش اشوف مكان غير ما اخش اقتحمه وانضفه على الاخر وما اخليش اي حاجه تانية. لما بيظهر حاجه جديده ساعتها بخش اعمل نفس الكلام. anyway يعني نكون وصلنا اعزائي المشاهدين لنهايه المقطع النهارده، ويا رب يكون المقطع عجبكم وجيم بلاي عجبكم، ويكون خدتوا فكره كويسه عن لعبه جوست اوف تسوشيما، واللي بيفكر يشتريها ويلعبها تكون الفيديو ده كفيل اللي هو يديله فكره كامله عن طريقه الجيم بلاي. ما تنسوش لو عجبكم المقطع تدعموني باللايك وسبسكرايب والشير ان امكن، وتتفاعلوا معايا طبعا بالكومنتات انا هكون مرحب بها جدا، وبرحب طبعا كمان بتعليقاتكم لو عندكم اي اقتراحات ممكن تفيدني في القناه. كان معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، واشوفكم الفيديو الجاي وتصبحوا على خير.